آخر موضوع هنتكلم فيه، هنتكلم عن السياسات النقدية، مفهومها وأدواتها وأثرها الاقتصادية. هناخد عندي هنا السياسات النقدية، مفهومها وأدواتها وأثرها الاقتصادية. أول حاجة مفهوم السياسة النقدية، عايزين نعرف إيه أهدافها، إيه أدوات السياسة النقدية. السياسة النقدية وأسعار الصرف، السياسة النقدية ودورها في الاقتصاد، اتجاهات السياسة النقدية. أول نقطة عندي، إيه هو مفهوم السياسة النقدية؟ تعريف السياسة النقدية إن هي إجراءات بتتبعها السلطات النقدية عشان تأثر أو التأثير على عرض النقود بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وده ممكن يكون من خلال موائمة بين المعروض النقدي والطلب على النقود. بتأثر السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار، وده بيكون من خلال التأثير على مدى إتاحة النقود والائتمان وتكلفة كل منهما للمنتجين والمستهلكين، وبالتالي تؤثر قراراتهم فيما يتعلق بالاستثمار والاستهلاك والادخار. تاني نقطة عايزين ناخدها، أهداف السياسة النقدية. تتمثل أهداف السياسة النقدية في إنه يحقق نمو اقتصادي، التوظيف الكامل، عدم وجود بطالة، استقرار الأسعار متمثل في عدم وجود تضخم، استقرار أسعار الفايدة العملة المحلية، استقرار أسعار الصرف، واستقرار سوق المال. وينبغي إن أنا بختار هدف أو أكتر فقط لصعوبة تحقيق كل الأهداف، واستقرار الأسعار بيتعارض مع استقرار أسعار الفايدة والتوظيف الكامل. ثالثا، أدوات السياسة النقدية. تتمثل أدوات السياسة النقدية، فأول حاجة عمليات السوق المفتوح، البنك المركزي بيبيع ويشتري سندات من البورصة. اثنين، سياسة الخصم، سعر الخصم هو سعر الفايدة اللي يتقاضاه البنك المركزي عند تقديمه قروض للبنوك التجارية. الاحتياطي المطلوب، وهي نسبة محددة من الودائع بيحتفظ بها البنك التجاري في البنك المركزي. أول حاجة عمليات السوق المفتوحة، وبيقوم البنك المركزي بشراء أو بيع سندات من السوق الحرة للسندات، وهي أهم أداة للسياسة النقدية. تاني حاجة عندي هنا، سياسة سعر الخصم. بيقصد بسياسة الخصم أساسا تغير سعر الخصم، هو سعر الفايدة اللي بيتقاضاه البنك المركزي من البنوك عند تقديم قروض إليها، والهدف من سياسة الخصم هو التأثير على حجم القروض المخصومة، ومن ثم التأثير على القاعدة النقدية. فزيادة حجم القروض المخصومة بيضيف إلى حجم القاعدة النقدية، ومن ثم يمكن أن يتوسع حجم العرض النقدي، بينما تخفيض حجم القاعدة المخصومة بيخفض حجم القاعدة النقدية المقترضة، وده بيخفض العرض النقدي. بعد كده عندي هنا الاحتياطي المطلوب. تقتضي التغيرات في الاحتياطيات المطلوبة إلى التأثير على العرض النقدي من خلال تأثيره على مضاعف العرض النقدي، فالزيادة في نسبة الاحتياطي بيزيد مقدار الاحتياطي المطلوبة مقابل كل حجم معين للودائع. رابعا عندي السياسة النقدية وأسعار الصرف. تقدر الدول من خلال السياسة النقدية إن هي تأثر في سعر الصرف. لو عندي سياسة نقدية انكماشية، فهتعمل إن هي تقلل الطلب وترفع أسعار الفايدة الحقيقية بصورة مؤقتة، فينخفض معدل التضخم وتجذب أسعار الفايدة للاستثمارات الخارجية. وانخفاض معدل التضخم هتصبح أسعار السلع المحلية أقل من أسعار السلع في الدول الأخرى. طيب ده هيؤدي لإيه؟ هيؤدي لزيادة الطلب على السلع دي، وبكده هتزيد الصادرات وهتقل الواردات بسبب انخفاض الطلب الكلي وبالتالي الدخل القومي. طيب ده هيؤدي لإيه؟ هيؤدي لارتفاع قيمة العملة المحلية بسبب زيادة الطلب عليها في الأسواق الخارجية. والعكس في حالة لو أنا عايز أعمل سياسة نقدية توسعية. خامسا، السياسة النقدية ودورها في الاقتصاد. أول حاجة محافظة على القوة الشرائية وبالتالي على الاستقرار، حيث أن الاستقرار لقيمة النقود أي قوتها الشرائية من عوامل استقرار الدخول الحقيقية، وده بيساعد ذوي الدخول المحدودة ويشجع المدخرين على الاستثمار. اثنين، معالجة الأزمات الاقتصادية خاصة فترة الكساد والتضخم، وذلك من خلال التحكم في عرض النقود. ثلاثة، المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية في الدول النامية. سادسا، اتجاهات السياسة النقدية. في اتجاهين للسياسة النقدية، سياسة نقدية توسعية، سياسة نقدية انكماشية.
اتجاه الاول السياسه النقديه التوسعيه. بقول ان السياسه النقديه بتاعتي توسعيه لما يكون الهدف من السياسه بتاعتي هنا زياده عرض النقود، يعني يبقى في سيوله نقديه متداوله في الاقتصاد. طيب ده بيحصل امتى؟ لما بيحصل عاده لما يكون في حاله ركود اقتصادي. سبل تنفيذ السياسه دي في ان انا اتخذ واحده او اكتر من الاجراءات التاليه. اول حاجه خفض سعر الخصم، خفض سعر الفايدة، خفض نسبة الاحتياطي القانوني، عمليات السوق المفتوحة. الاتجاه الثاني السياسة النقدية الانكماشية. تهدف السياسة النقدية الانكماشية إلى تخفيض عرض النقود في الاقتصاد أو الحد من معدلات النمو هذا العرض. طيب سبل تنفيذ السياسة دي في إن أنا أتخذ واحدة أو أكثر من الإجراءات. أول حاجة زيادة سعر الخصم، 2 زيادة سعر الفايدة على الودائع، 3 زيادة نسبة الاحتياطي القانوني، 4 تحول البنك المركزي بائعا في عمليات السوق المفتوحة. ثالثا أدوات السياسة النقدية. تتمثل أدوات السياسة النقدية فأول حاجة عمليات السوق المفتوح، البنك المركزي بيبيع ويشتري سندات من البورصة. 2 سياسة الخصم، سعر الخصم هو سعر الفايدة اللي يتقاضاه البنك المركزي عند تقديمه قروض للبنوك التجارية. الاحتياطي المطلوب هي نسبة محددة من الودائع بيحتفظ بها البنك التجاري في البنك المركزي. أول حاجة عمليات السوق المفتوحة، وبيقوم البنك المركزي بشراء أو بيع سندات من السوق الحرة للسندات، وهي أهم أداة للسياسة النقدية. تاني حاجة عندي هنا سياسة سعر الخصم. بيقصد بسياسة الخصم أساسا تغير سعر الخصم، هو سعر الفايدة اللي بيتقاضاه البنك المركزي من البنوك عند تقديم قروض إليها، والهدف من سياسة الخصم هو التأثير على حجم القروض المخصومة ومن ثم التأثير على القاعدة النقدية. فزيادة حجم القروض المخصومة بيضيف إلى حجم القاعدة النقدية، ومن ثم يمكن أن يتوسع حجم العرض النقدي. بينما تخفيض حجم القاعدة المخصومة بيخفض حجم القاعدة النقدية المقترضة، وده بيخفض العرض النقدي. بعد كده عندي برنامج التسوية اللحظية. البرنامج مملوك للبنك المركزي، بيقوم البنك المركزي بدور مقدم خدمة التسوية في النظام. تلتزم البنوك المسجلة لدى البنك المركزي والخاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بالاشتراك في النظام. يكون التعامل بين المشتركين في هذا النظام بالجنيه المصري فقط في جميع أوامر الدفع والمقاصة، والهدف منه هو تنظيم الإطار العام الذي يحكم تسوية المدفع. مبادرات البنك المركزي. بيقدم البنك المركزي العديد من المبادرات اللي بتخدم توجهات السياسة الاقتصادية للدولة وفقا لكل مرحلة، ويشارك البنوك في طرح الاقتراحات وتحديد الإطار المناسب لتنفيذ المبادرة من حيث الشرائح المستهدفة وكيفية التنفيذ. من أهم المبادرات اللي أعلن عنها البنك المركزي خلال الفترة السابقة مبادرة التمويل العقاري، وتم الإعداد لها وإعلانها بتوفير فرص امتلاك وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل. مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنشيطا لقطاع الصناعة والإنتاج، تم الإعلان عن مبادرة لتمويل أصحاب المشروعات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي بالدولة. مبادرة التأمين على العمالة الحرة. جاري الإعداد والتجهيز عن مبادرة لطرح شهادات من 500 جنيه إلى 2500، وذلك للتأمين على العمالة الحرة غير المؤمن عليها. كده يكون خلص المنهج بتاع البنوك.